لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هاي للجميع، أنا أحمد المعمري وحياكم الله معي بفيديو اليوم. فيديو اليوم أنا ما راح أكون كالمعتاد بروحي، اليوم معي ضيف أو بالأحرى ضيفين. فكرة فيديو اليوم إنه أنا مسوي مثل ما تقولون ورشوف كذي صغيرة على الجد، زين، ومعي اثنين من شبابنا الحلوين، شباب كذي توهم ناشين حابين حيل إنهم يتعلمون فن سكب الأكريليك. فاليوم فكرت ان انا استضيفهم ونسوي مثل ما قلت لكم ورك شوب شذي صغيره. زين، تعالوا خلينا نشوف نتعرف على الضيفين اللي عندي اليوم وخلونا نبتدي. اليوم عندنا الشباب محمد الجابري فراس العجمي من ولايه صحار. اليوم هم حابين يتعلموا فن الاكريليك بورينج، وببتدي معهم اليوم ان شاء الله عاملين ورك شوب صغيره شذي على السريع، بنسوي ثلاث لوحات بتكنيك الكوب المقلوب. خلوكم معي اخر فيديو. اوكي، هذا احنا ورجعنا لكم، بنبتدي نشتغل اللوحه اللي قلنا لكم عليها. طبعا مثل ما انتم شايفين الحين هنا احنا جهزنا الالوان، خلطنا، عندنا الابيض وعندنا الدارك جراي وعندنا الوايت براون البرتقالي الاورانج والابل جرين، وعندنا ايضا الذهبي، عندنا البنفسجي الازرق درجتين، وعندنا الاحمر. تمام، فطبعا احنا المفروض ان مع الشباب الحلوين اللي معنا محمد وفراس المفروض عندنا الكوب هذا، بنبتدي ان احنا نخلط فيه درجات الالوان حق الكوب المقلوب. تمام، اوكي، كل واحد فيكم يمسك الكوب. طبعا انا مسوي فيه هول من تحت، تشوفونه وين؟ فراس حصلته ولا مو باين بالنسبه لك؟ خذ هذا، تشوف هني ثقب هذا، امسك بس حاط صبعك يعني امسكها بالشكل هذا بحيث انه ما باللون ينزل. محمد حصلت وين؟ واضح بالنسبه لك؟ حلو. فمثلا اول شيء اللي احنا بنسويه الحين انه بناخذ، خلونا مثلا البنفسجي، شوفوا مثل ما انا الحين بسوي بشكل مايل، ناخذ كميه مو كثير. ميل الكوب شوي فراس. اوكي يكفي. اوكي كافي الحين كذي. اوكي ممكن ناخذ مثلا اللي هو الازرق التركوازي هذا، وبناخذ نفس الشيء بنسوي كميه تقريبا متساويه مع اللي حطيناه قبل. ميل الكوب، حاول انك تحطي كميه تقريبا متقاربه نفس اللي انت حطيته قبل. اوكي يكفي. اوكي الحين بناخذ الابيض بحيث انه يكون نسوي طبقه عزله. اوكي مش كثير يعني، حاطه كميه شوي اقل من اللي حطيناها قبل. ان شاطرين يا شباب اصحاب، هذيلا شباب المستقبل الواعد في السلطنه. ايش رايكم انه حلو طبعا انه يكون عندنا جيل من الشباب اللي عندهم ميول فنيه؟ اتس اوكي، ممكن احيانا ناخذ اللي هو اللون الاخضر ونسوي نفس الشيء. اوكي زين، نفس الشيء بناخذ الاحمر وبنحطي شويه. كثر شوي محمد، يعني عندك صوت كميه اقل. اوكي
انزين، شوي ابيض بحطي بعدني، شوي حطني مي الكوبك. يا اوكي زين، انا اصلا بلشت تسيل من عندي، ايش رايكم؟ انزين، والحين باخذ الاورانج مي الكوبك. اعتقد انه بلش يصير. انزين، شوي رمادي، عطني الفراس دوبك عشان يصير يسوي شيء. اوكي، احنا ممكن احيانا نحط الذهبي، هذا طبعا درجة من درجات الذهبي. اوكي فراس، اوكي الحين احنا جاهزين حق مرحلة السر. اوكي الحين بنشيل لوحة الكنفاس بالشكل هذا. اوكي نسوي كذي، وحاولوا انها تحطونها ما تكون في النص، يعني انها تكون مو في الاخر بعد 100%. محمد اي اساعدك ولا بتقدر؟ ما على اساس محمد شوي عنده بس مشكلة في ايده، كان مسوي عملية. يلا الله يشافيه، فعلشان كذي يعني. انزين اي اساعدك؟ حالي بحاول. اوكي فراس، ما لا انطر ما بقيك. اوكي فراس سوي كذي، ونزل اللوحة وخلها لين، ها بتقدر؟ شاء اوكي خش. طبعا احنا ثاقبين الكوب اوريدي، تمام؟ على فكرة بلشت تستوي معك، فبمجرد ان احنا نشيل الكوب، نشيل اصبعنا بيبتدي اللون ينزل، فنشيل شوي، نرفع الكوب شوي حركة بسيطة، ونبتدي ناخذ التدرج اللي احنا نبيه. اوكي الحين طبعا كل واحد منا احنا الثلاثة طلعت النتيجة مختلفة، مع ان نفس الالوان مثل ما انت شفتوا، والكميات يمكن تكون شوي مختلفة، ولكن طبعا الموضوع هنا ما نقدر ان نتحكم فيه، يمكن الالوان مثل ما قلنا هي نفس الالوان ولكن في اختلاف. زين الحين يعني اذا بنصور على سبيل المثال، خل اراويكم ان كل واحد شلون طلعت لوحته. هذه لوحة فراس طلعت بهذا الشكل، ومحمد مثل ما انت شايفين طلعت بهذا الشكل. اوكي، وهذه طبعا اللوحة اللي انا سويتها. فالحين عاد بنبتدي نحنا نحرك اللوحة بحيث ان نضبط الشكل النهائي. الحين شو تعتقدون الخطوة؟ نحرك اللوحة؟ لا، الحين بنطلع الحرارة او النار، فمثل ما انا بسوي الحين بعطيكم وتبتدوا تطبقون، تمام؟ تشوفون الحين الخلايا بتصير تطلع معنا بشكل اولي. زين، تمسكي كذي وتميل الحركة سريعة، مو على هذا الكنفس، على اللون بس. شوف هذه الخلايا اللي اقول لك انها تطلع. زين محمد نفس الشيء، بس اعتقد هو بعد لحظه طلع احلى بكثير. اوكي مش كثير على اساس احنا ما الفكره ان احنا نحرق اللون. زين طبعا لما تروح البيت لا تسوونها بسلندر وغاز، تروحون تبطلونها تمام، وتسوون كذا حق اهاليكم وتحمل انا ذنبكم. المهم الحين عاد مثل ما انت قلت قبل شوي، يلا بنحاول نمسك اللوحه شوي كذا، امسكها من الجهتين وابتدي حرك، خلي اللون ينزل، هو بينزل معك بسلاسه اوريدي. انزين
تخلص من جهة مثلا، حاول انك انت توازن تنزل اللون من كل الجوانب. طبعا التشكيلات هذه اللي طالعة عندنا هي اللي تشكل بعدين اللوحة بتطلع شلون شكلها. هي صح، حركها العكس، ممكن حتى تحركها العكس اللي بيسهل عليك. انزين، اللي يحس انه راضي عن اللوحه ماله خلاص يوقف، لان احنا ما الفكره ان احنا نسكب الالوان، يعني الفكره او يعني ان ننزل الوان على الفاضي. الفكره لما نوصل، خلصت انت الحين كذي؟ انت خلصت؟ اوكي. محمد خلصت ولا بعدك؟ خلصت. يعني راضي الحين عن النتيجة اللي وصلت لها؟ انزين، احيانا تصادفنا شغلة ان انا مثلا هات راس بعدك. بس توطلت انا. صارت لنا مشكلة. انت خلاص راضي عن النتيجة؟ لا. ما مشكلة نوقفها شوي. أحيانا إن أنا ممكن ما أكون راضي عن النتيجة النهائية اللي وصلت لها، مثلا الألوان أنا ما عجبتني. زين، هل إن أنا أقدر أشك أحط مرة ثانية ألوان؟ ممكن. هذا مش تبعي. أنا عاد ما أعرف الهول اللي مسوينه في وين، أوكي. ممكن إن أنا مثلا أبي أغير شوي في الألوان. ولنفترض اوكي نجيب اي شغله مستويه مثل كذي، بحيث انه فهمت الفكره؟ لا، بس نسكر بشيء لان الالوان راح تنزل اوريدي. زين، وممكن ان نسوي لو ما رضينا بندخل الوان ثانيه، صارت اللوحه مثلا غامقه صار فيها الوان اكثر. لا، الاطراف هذا كان من البدايه تميل. انت الحين هني ما في مجال، لان كان هذا المفروض بالميلان انك انت تنزل هذه الفكره اللي احنا قلت لكم نزل الاطراف. انزين، اوكي، حد حاب يضيف شيء؟ انزين، هني شو المفروض انا اسوي الحين؟ صح، شوف احفظه خلاص. انا احيلها. طبعا الخلايا اللي انت شايفينها هذه بفضل زيت السيليكون، واللي قبل تكلمنا عنه اكثر من مره. زين، الحين طلعت عندنا ثلاث نتائج مختلفة مثل ما انتم شايفين. ها شباب، شو رايكم؟ كل واحد راضي عن نتيجته؟ تمام. احنا عندنا بعد شغلة عادة نسويها، احنا احيانا لما تصير عندنا اجزاء ما حاشها اللون بشكل عدل، ان ممكن شو اللي نسويه؟ ان ناخذ من اللي في الارض بالسكين وناخذه بشكل افقي، ونحاول ان احنا على حسب درجات اللون، لان في النهايه انت عندك الالوان ميكس. تمام، في لوحه ممكن انا اكون متعمد ان انا اخلي فراغات مثلا ابي اللون اللي هو احنا هنا ما مسويين طبعا قاعده، لا مسويين ابيض ولا مسويين اسود يعني، بس عاده ممكن اكون انا متعمد ان انا ابي يتم. تمام، خذ من اللون اللي تحت وحاول انك تتنزل شوي شوي في الاماكن اللي فيها عندك فراغات. شوف فراس، حاول تاخذ من نفس اللون اللي نازل هنا نفس هذا، حاول تاخذ من هنا وتحطيه.
فقط حرك، انت لو حركت بتحصل الوان تحتها وايد. قلت هي يا ابني يعني الالوان البيزه هي. لا لحظه شوي، شو اللي بس؟ لازم شوف انت عندك هني وايد فراغات صارت طبعا، لانك ما وقت السكر ما نزلت، فتيجي تمسك شريط طبعا مع الوقت انت راح تتعلم، يعني لا يعني لا تمشي علي انا، يعني انا صار لي سنين فالموضوع مختلف تمام عمي، فانت لما تشتغل شوي شوي مره مع مره تختلف وياك العمليه ومهاراتك اكيد انها راح تتطور راح تزيد، فانت تاخذ الالوان وتحاول، لان ليش ان اللوحه لما تكون متغطيه من الاجنب تعطيك رونق، تحس اللوحه شوي يعني فخمه اكثر من لما تكون فاضيه من الجوانب. زين بيهني بناخذ من نفس درجه اللون ونحاول ان احنا بالسكين ننزله. شو انت هني من عندك الحين هي تغطت، باجي عندك بس المكان هذا، انزين الحين اتخربط سكين ثانيه. اوكي يلا ابتدي اشتغل. انزين مثل ما شفتوا انجزنا ثلاث لوحات مع الشباب محمد. محمد شو اخبارك محمد؟ بخير الحمد لله. ومع فراس، شو اخبارك فراس؟ بخير الحمد لله. تمام خلونا عاد نشوف النتيجه. طبعا مثل ما قلنا هذه اللوحه او مثل ما شفتوا هذه اللوحه اللي انا سويتها اوكي، ورجعت بعدين زدت عليها الابيض والبنفسجي والابل جرين والابيض ايوه كان معاهم، وهذه لوحة فراس الالوان طبعا طالعة حلوة كثير يعني تمام، وهذا عندنا لوحة محمد، محمد ايضا الالوان عنده يعني طلعوا بعد وايد حلو، خلينا نقول التمازج ما بين الالوان. انزين خلينا عاد نشوف محمد ايش رايك في النتيجة مالت من اللوحة؟ ما توقعت النتيجة كانت حلوة واستمتعت معها. انت قلت لي مو أول مرة بالنسبة حق الأكريليك بورنج انك لا. جربت تسوي شيء. ايه جربت خلاص. جربت اللي هي تكنيك سحب الخيوط صح؟ ايوه صح. تمام. فراس ايش رايك في النتيجة؟ أنا أول مرة أسوي بس ما توقعت إن النتيجة تكون حلوة، طلعت حلوة. المهم استمتعت اليوم معنا؟ حلو. اوكي وهذه كانت الورك شوب مالنا اليوم، هذا اللي احنا سويناه، يمكن لعبنا شوي، خلينا نقول قضينا وقت ظريف شوي في مزج الالوان في اللي سويناه اليوم. زين يمكن تعلمنا مع فراس ومحمد اليوم بشكل بسيط التكنيك الكوب المقلوب، ان شاء الله اتمنى انه يكون مفيد حق اي حد في السن هذا في اعمار شبابنا الصغار اللي حابين انهم يتعلموا الاكريليك بورنج. تمام كنت سعيد اليوم كنت معكم محمد وفراس حياكم الله. انزين المشاهدين مشكورين على المتابعة ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة.